وهج الاقتصاد الصيني تراجع في الربع الأول من هذا العام مقارنة بالفترة نفسها قبل عام، منخفضا من 8.9% خلال الربع الأخير من العام الماضي. الرقم أتى أقل من توقعات معظم المحللين، وهي تدل على أدنى نمو فصلي منذ حوالي 3 أعوام، وبالتالي المزيد من التباطؤ في الاقتصاد الصيني. شينغ ليون المتحدث باسم مكتب الإحصاء الوطني الصيني قال أن الاقتصاد الصيني وصل وتيرة نمو سريعة بشكل معقول في الربع الأخير برغم الوضع الاقتصادي العالمي الصعب والظروف المحلية المتغيرة، كما أكد بأن مبيعات التجزئة في الربع الأول من هذا العام بلغت أرقاما جيدة. وكان البنك الدولي خفض يوم الخميس توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين للعام بأكمله إلى 8.2%، وهو أقل معدل نمو منذ 31 عاما نتيجة ضعف نمو الاستهلاك المحلي وتباطؤ الطلب العالمي.